السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بحال جيده. فيديو جديد في القناه، وكيف ما كتشوفوا فيديو ديال لي كاب كيك هكا اللي كنقول ديال الوليدات، كيجيو ساهلين خفاف ولذاذ وزوينين مبسط، مقادير بسيطه. نبداو فيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنقول البنات اللي يلاه التحقوا بالقناه، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد من الفيديو ديالي. وبالنسبه للبنات الغزالات الفنات القدامات اللي معايا، ما تنساوش ليا البنات لايك تحت لا فيديو، كتنساو عليا، واكيد شي كومونتير محفز من عندكم، من الكومونتيرات الزوينه ديالكم باش نزيد القدام ونتشجع على لي فيديو. نبداو الان بالمقادير، استعراض المقادير موازات مع طريقه التحضير. عندنا ثلاثه البيضات صغار، الى عندكم كبار ديروا جوج، قبيصه الملح، نص كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات. كنخدموا هاد المكونات مزيان بالطراب الكهربائي، الى عندكم ما عندكمش كلكم تستعنوا بالخلاط الكهربائي، ولا يمكن لكم تستعنوا غير باليدوي، ولكن خدموا المكونات مزيان مزيان هكا كيجي كاب كيك ديالنا مفشفش وكيجي لذيذ وزوين. هنا غنزيد النكهه ديال الفاني، كيف ما ممكن تعوضوها نكهه الحامض او الليمون، وكنختم هاد المكونات مزيان مزيان. وعاد نضيف المكونات الاخرى. عندنا نص كاس ديال الزيت، علاش انا استعملت نص كاس ديال سكر سنيده؟ حيت عندي مكونات اخرى اللي غتكون حلوه، اذا ما غتستعملوش مكونات اخرى حلوه ممكن ديروا كاس كامل. عندي هنا بيرلي كيجي زوين البنات في الكيك، ولا يمكن لكم تعوضوا بياغورت طبيعي. وكنخدموا اي حاجه درناها نخدموها شي شويه هكا بالباتور باش يجي داكشي متجانس. عندي هنا كاكاو ديال الحليب اللي كنشربو مع الحليب، غنضيفو مع كاس لارب ديال الحليب اللي يكون بحراره المطبخ. واكيد البنات كاع المكونات اللي كنخدموها في الكيك فتكون بحراره المطبخ باش كيجي الكيك ديالنا زوين، ولا اولا الكاب كيك ديالنا زوين. هنا فانا ضفت الحليب مع الكاكاو اللي حلو، وعاد غنضيف الكاكاو المر. هنا استعملت الملعقه الاولى، واكيد كنغربلو الكاكاو المر، وغنزيد كذلك الملعقه الثانيه. كنبداو نضيفو الدقيق، ضفت كاس البنات عامر ديال الدقيق. غنستعمل جوج خمارات ديال الحلوى من وزن 8 غرام، وكنغربلو الكل. وكنضيف الكاس الثاني، فاكيد لي كاب كيك البنات كيبغيو يكون القوام ديالو ثقيق على الكيك، ضروري القوام خصو يكون شويه ثقيل، ما يكونش بحال الكيك خفيف. فانا كندير وكنحرك وكندير عيني ميزاني ملي كيخصني كنزيد، وعلى حساب عاوتاني نتوما الدقيق ديالكم والحجم ديال البيض ديالكم. فانا هنايا جاتني جوج كيسان ونص بالحساب، كانت كافيه باش تعطيني واحد القوام ديال الكاب كيك اللي نورمالمون خصو يكون شويه ثقيل. وكإضافة اللي كيبغيو الوليدات، فانا ضفت بيبي شوكولا، ضفت واحد الكميه هكا معقوله، ومازال غادي نضيف من الفوق ديال الكاب كيك. هنا البنات بغيت نوريكم القوالب ديال لي كاب كيك اللي كنستعمل غالبا، هما هادو. فانا كنستعمل هاد الشكل حيت ولدي كيعجبوه، هذاك الرسوم ديال ماكوين، الوغ كناخذهم ليه، كيجيوني صغيورين وزوينين. هنا البنات البابي اللي لتحت فانا طيبت فيه غير لي بغيوش، وما بغيتش نرمي، قلت نستغلو هكا. فهنا غنطيب فيه لي كاب كيك هكا،
هادو زوينين كيهزوش بزاف. بغيت نوريكم هادو عندي ديال السيليكون كنت خديتهم من سو بريكولاج، ولكن كبارين ماشي عملية لوليدات الكوتي، يعني كبارين شي شوية. من الأحسن إلا كانو تسيكون شري بالصغيرين، وأنا كيجيوني هادو عمليين تتلوحو هداك المول وكياكل الوليد الكاب كيك ديالو. هنا غنبدا البنات نعمر لي كاب كيك ديالي، غادي ناخذ الكميه غنعمر غير الثلث، غنخلي واحد شويه حيت مازال تبارك الله راه تيتنفخوا، يعني نعمروا عندنا ميزان ونخلي واحد شويه فين يتنفخوا. فانا جاني القياس هو هذاك فواحد 11 ديال حتى ل 11، المهم حتى ل 12 ديال القوالب. بغا يجيوكم العبار ديال المقادير هما هادوك. هنا كنزيد غير الشوكولا هكا من الفوق وصافي، وكنخليهم البنات يتسرح واحد شويه 11 دقائق، حيت يلاه دابا غادي نشعل الفران. علاش البنات لي كاب كيك ماشي بحال الكيك تيبغيو يدخل مباشره، بالعكس كتخليه وياخذ وقت واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه غير كيجيو ناجحين 100%. كتخليهم، انا دابا عاد غنشعل الفران ونخليه يسخن على خاطرو، وعاد ندخل له هاد لي كاب كيك ديالي طيبو من تحت، نحضر عليهم بحال ديال الكيك وشويه من الفوق، وها لي كاب كيك ديالي واجدين. كيجيو البنات خليتهم هنا تا بردو، كيجيو منفوخين وفشفشين وغزالين، كيحبوهم الوليدات هكا في ليكول. كديروا له ووضع ناب ولا شي عصير كافي كتشبعوا. هنا البنات كاضافه غادي نضيف لهاد لي كاب كيك هكا شويه ديال لي سويتيز من الفوق، هكا كيعجبو ولدي وقلت علاش لا نضيفهم ليه في هاد لي كاب كيك ديال هاد لي كاب كيك اللي غيدير ليكول. ف البنات طريقه الاحتفاظ ديالهم، فممكن ديروا كل وحده تلويوها هكا في واحد السلوفان وديروهم في بواط وديروهم في الثلاجه الا كانوا غير قلال، الا كانوا كثار فممكن تخليو اللي غادي تستعملوا للسيمانه، وداك الشيء الاخر تلويوه في السلوفان وتجمعوهم في شي ميكا بحال هكا ولا في شي بواط وديروهم في كونجيلاتور. ف كيبقاو الا كنتو باغي توجدو كمية كثيره تيبقاو لكم هكا في الكونجيلاتور، كتجبدو غير كيطلقوا، وها لي كيك ها لي كاب كيك ديالكم واجدين وصافي. يا ربي كان هذا هو لا فيديو ديالي، يا ربي يعجبكم ما تنساونيش البنات من لايك تحت الفيديو، واحد جامرها تحت الفيديو، واشتركوا في القناه فجاي فيديوهات وارين جايين ان شاء الله. ما تنساوش البنات تدخلوا عندي الانستغرام كنكون فعله في متفاعله فيه اكثر صفصف شانيل، ودرت التيك توك البنات فين ندير فيه دي فيديو زوينين غيعجبوكم قصار صفصف شانيل، والفيسبوك ديالي اللي بغات تدخل عندي مرحبا نكبروا العائله ونزيدوا القدام ان شاء الله. كان هذا هو لا فيديو ديالي، استودعكم الله ان شاء الله الفيديو الجاي، وشكرا.